فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. بما أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل للإنسان عن طريق الإبل المصابة به، فهذه إرشادات توعوية بكيفية التعامل معها. عليك بطهو لحوم الإبل بما في ذلك الكبد جيداً قبل تناولها. قم بغلي حليب الإبل غير المبستر جيداً قبل شربه. تجنب قدر الإمكان المخالطة المباشرة مع الإبل وخصوصاً المريضة منها، وابتعد عما ينتج منها من سوائل وإفرازات. إن كان لديك أي استفسار فنحن في خدمتك. وزارة الصحة.